ايش يعمل بالضبط؟ هو صعيب شوي السؤال. مع دراسة استراتيجية هو مع تأسس في 1993 في تونس، ودوره تحضير المستقبل، دوره الاستشراف، دوره يحدد السياسات الكبرى للدولة التونسية. معناها يقول الحاجات الإيجابية زادة، هو يلزم يقول حاجة. مثلا أنا أعطيك حاجة، احنا مثلا ثم عمل عملناه دنيرمون على مهن الغد. اليوم أنت 2030 50% من المهن الموجودة تو مش تنقرض وتجي مهن جديدة. لو كان ما حضروش الاقتصاد متاعنا لهذا خايب برشا، نجم تكون ضربة قوية. مثلا احنا مثلا في تونس على مشكلة متبيتالة كبيرة برشا، ومن نوال التنمية الحالي من نجم يعطينا كان 3%، يلزمنا 6 و7%. بلت من نوال التنمية الحالي من ندوش قاعدين اقترحنا في المعهد من نوال تنمية جديد يعتمد على موارد البلاد، على الرخام وعلى الزبس وعلى البحر. هذاك علاش خرجنا خدمة كبيرة حول إذن الاستراتيجية البحرية التونسية، نحاولوا نلقاو حلول مستقبلية مستقبلية ونخدموا على المستقبل، نخدموا على الرؤية. لأن ثم قراءة للمستقبل، لأن أنا 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 رأيتي في الحياة ألا ما عندوش رؤية ما ينجمش يصنع ورح. حاجة شوف أنت مثلا تصور روحك بحر، ما تعرفش روحك في البحر ماشي البورت المهدية ولا بورت سوسة والمرجيس، تقعد تدور تدور في البحر حتى تغرق. وإحنا مشكلتنا في تونس سياسيا فما انعدام رؤية. ها معطيك مثال سهل، احنا اليوم نعرف التكوين المهني، نكونوا في مهن اللي هي مش تنقرض بعد 10 سنين، وهذا غلط. ها نعطيك حاجة أخرى احنا خدمنا عليها، احنا مثلا عندنا مشروع متاع ميناء مياه العميق. اليوم المشروع على موجود حسب ما سمعت وممكن يبدلوا مش ياخدوا ميناء تيراندو 17 متر، في حين 2025 مش يكونوا تيراندو أكثر من 20 متر. وبرش حواج عملناها ما استحقوش يعني، برش حواج عملناها. وبعد هنعطيك حاجة، مثلا احنا عنا أجمل منطقة سياحية في تونس، عنا بجابس. جابس فيها شيء ما تلقاوش في العالم، عندها الواحة. منتجات الصحراء ومنتجات الواحة ومنتجات البحر، حطينا فيها جروب شيميك. ألور كنا نجم حطوا بلاس أخرى، وربما أكبر أجمل منطقة في تونس خسرناها للسياح. معناها المهنة متاع المعهد ينطلق من تاريخ تونس، من إمكانيات تونس، ويعطي حلول. وقتش استشرافية، وقتش وهو داير معهد استشراف ستوديو بروسبكتيف، وقتش يولي المعهد إفيكاس، لأنه كان إفيكاس في سنة 90 وعطى برشا حلول تونس، وقت اللي الحكومة تأمن به، الحكومة تأمن به وتخدم معه به. اليوم احنا في تونس للأسف الشديد موجود في نظام سياسي هجين، ألا ثماش تواصل كبير بين رئيس الجمهورية، نحن نخدم مع رئيس الجمهورية ومع احنا نخدم خاص مع الحكومة. اليوم انعدام التواصل والنظام السياسي انت تونس يخلي أنا المعهد ربما حلوله أما تونس مش نوت بقينا. أنا عندي رؤيتي، تعرف ابن خلدون كتب المقدمة في العصر الحفصي، التوانسة فقوا بها في القرن 18، احنا أونترا باي كان سمعونا سمعونا، ما سمعوناش أتوا سمعونا نهار من نهارات. به هذه الإجابة وإن شاء الله تكون مفهومة للتوانسة، واضح. والسؤال الثاني فاجئني سي ناجي جلول، أول مرة ما يسألوش على ضيفي مباشرة، وأنا ما باش يسألو على شخص مقرب يمكن لضيفي. التوانسة قالوا اسأل سي ناجي جلول شنو أحوال السيد الرئيس البيجي قايد السبسي. اولا مانيش مقرب بالشكل اللي تصوره العباد، لان انا المعهد هو جزء من رئيس الجمهوريه، هو احد مؤسسات الجمهوريه، مانيش من مستشاري الجمهوريه. والمعهد باش تكونوا واضحين سبري هو مؤسسه تابعه للجمهوريه، اما نحن بوق دعايه نتاع الجمهوريه ونحن بوق دعايه نتاع الحكومه. احنا قبل كل شيء مؤسسه وطنيه تشتغل بحريه وبكل صراحة وبكل تجرد. معناه ما عندكش إجابة على السؤال هذا؟ لا، شو معناها لبس عليه رئيس هوكا في أثيوبيا، كان في مالطا، في مالطا. يعمل في عمل نتصور في حدود صلاحيات رئيس الجمهورية، يعني الداخلية والدفاع. الآخر أن الغلطة التوانسة مزالوا في المخيال التونسي، مزالوا على النظام القديم. النظام تبدل، النظام التونسي راه صلاحيات الجمهوريه ما عادش، واحنا
ربما المعهد ضرنا على صلاحيات رئيس الجمهورية ما أصبحت مش بالشكل اللامتناهي القديم. أما لبس عليه حسب رأينا لبس عليها وكفي أثيوبيا معنا لبس عليه. واضح لبس عليها ذي الإجابة لنتاع سينيجي جلول. به كملنا السئلة التونسي. طيب باش نتعديو للأسئلة اللي حضرهم لك فريق الأعداد ونبدأوا على بركة الله ونطلب منك تلتزم لي شوية بالوقت على البرنامج سينيجي. حاضر. خاطر انا نظرتي الاستشرافيه تقول كمش نكملوا هكا باش نفوتوا الوقت. باه تو نلتزم. باه الله يخليك. نحبك تكون كريم في الاجابات اما تلتزم لي بالوقت. مش كريم اسمي ناجي. ما نجمش نقول نحبك تكون ناجي. باه يلا تفضل. زون فيرت. ناجي ولا الناجي؟ ناجي من النجاة وإن شاء الله يلعب عليا دور في في نجاة مركب تونس. جيت باش تقول إغراق؟ لا قلت منع المركب من الإغراق. لا ما فماش منع. ما جيت باش تقول في أنا خممت بين إغراق وبين إغراق من بعد كي قلت المركب أنا فهمت. أنا ديما رؤيتي مثالش تونا عديها مش مشكلة ناجي ما غير ما هتبقى. أنا قلت لك معناها خدمت صغير البحر معناها فهمت معناها خممت في الإغراق. لا من الناس اللي نعشقهم هما ربابينة البحر تعرف معناها الرئيس في البحر أي ما كان يحاول ديما يمنع سفينته في الأخر كمش معناها يغرق معها ويغرق معها ويغرق مع الناس اللي معها فهمت. وعادة ديما الفيران هما اللي يهربون من المركبة وانا ما حتى في ربان انت ما شاء الله عليك حتى في الهوروسكوب الشنوة مانيش فارق. ليه توقعت فاجئ فيا؟ لا لا في الهوروسكوب الشنوة انا ديك معنا فهمت. ديك به ليه تفاجئ فيا عرفيت هوروسكوب واضح. ناجي او الناجي خلينا نفهم كيفاش نبدا اسئلتي. ناجي او الناجي؟ ناجي كيما ناجي الطويل نتاع حارة الحرافيش به تعرفها؟ نعرفها حارة الحرافيش اكيد. انت نجيب محفوظ. سي ناجي جلول هل انت سياسي ناجح؟ شوف التقييم لازم نخليوه تعرف في السياسة كيما الشعر تعرف في الشعر قبل يعملوا سوق عكاظ وما الا ترضى عليه شعب عكاظ هذا كل به معناها ثم مسألة شعب عكاظ راضي عليك اليوم. شعب عكاظ نتصوروا ثم راضي وثم مش راضي والسياسة راهو أنا من السياسة راهو أنا جيت للسياسة باراكسيدان. أنا كنت إنسان مثقف كنت ديما دفعت على أفكاري في الأعلام وفي الكتابات وفي الصحافة. ليه لكن تعمل في السياسة من صغير وقلت وذي نعم صغير أما ديما أنا كالمثقف ألا عنده شوف أنا نظرة النوم من المثقف يجب يكون عنده هموم فكرية يكون مهمون. المثقف ألا ما عندوش هموم فكرية وما عندوش مشروع فكري وما عندوش حلم. أنا نؤمن بالحلم في السياسة ونؤمن بالمخيال في السياسة. الإنسان اللي ما قراش المنفلوتي وما قراش محفوظ وما قراش الحكيم وما قراش بودلير وما قراش مونتسكيو وما قراش جوديكار وما قراش أبولي اللي ما قراش الشعر وما قراش الأدب ما نجمش يكون عنده مخيال. والسياسة الناجح في السياسة يكون عنده مخيال. أنا عندي مخيال عندي رؤية عندي ناجح. حلم ما خرج ناجح عندي حلم مثال سي ناجي راهو عندي حلم واجه ينجم روحك. ينجم يكون الحلم متاعي يتحقق ينجم تسمو العباد ينجم العباد تسمعوش اما انا متحقق العباد باش تسمع نهار من نهارات. باهي سي ناجي جلول كي تقف قدام المرايه وانت انيق وتحرص على الانيقه متاعك بعد ما تسكر الكرافات تحط الفيست بينك وبين روحك تقول انا سياسي ناجح والا لي قل لي جمله خلينا نتعد. اذا هذه الجمله نخليها للناس انا ما نجمش نحكم على روحي فهمت سينو كان هو الخبير يولي نرجسي ونولي واضح فهمت مش باهي النرجسية فهمت الإجابة فهمت الإجابة. نقرأ بين السطور تعتبر روحك ناجح جدا مادام حكينا عن النرجسي. لا أنا أقول لك إنسان ناجح في دراستي قولها لك مثلا في دراستي الاستشرافية في حياتي العلمية ناجح. أنا كمان معناها جيتي توجور لوريا في قرايتي قريت في أعلق الجامعات في السوربون قريت في ليكول دو لوفر من أعلق. أنا عندي 15 كتاب منشور مترجم إلى لغات ما شاء الله. كتبتي موجودة في مكتبات العالم الكل ما شاء الله. معناها أنا نعتبر روحي جامعي ناجح جامعي ناجح وأنا وسياسي ناجح جدا وأنا راهو التيكت الجامعي ديما نعديها قبل تيكت سياسي به قبل حتى تيكت النقابي السابق. به قلت في يوم من الأيام أهم حاجة في السياسة
كيفاش تخرج من الوزارة مش كيفاش تدخل. بعد الكلام هذا نجم نقوله سي ناجي جلول كوزير ما قامش بأهم حاجة في السياسة لعليه أنا خرجت بشرف من وزارة التربية أولا بشرف لأني كنت نجم نكون سياسي سايغي عسلامة يا مدام عسلامة يا مسيو رضي الاتحاد رضي النهضة رضي النداء أنا الناس كل كان ضدي وزارة التربية كان عندي مشروع كان عندي رؤية كان عندي حلم لكن خروجك كيفاش كان؟ خروج كان باش نقولوا كان الباب الكبير للوزاره مش من الباب الكبير في نظره الانسان اللي يخرج لانه بقى وفي لافكاره ومبادئه وما هبطش راسه وما مشاش يتمسح على عتبه الامير نعتبر خرج بشرف. ثم انا راهو ثم شكون اليوم قاعد يتمسح على عتبه الامير اوه معبي وصدبوا نوع من الأمير راهو معبية بالتمسح تاع الأمير وناس الشد الصف. أنا خرجت وبقيت وفي لمبادئ والأفكار صحيح ولا غلطة ما نعرفش خطوة التاريخ يحكم عليه. رجعت من مؤسسة أنا شو الكوميديتا أنا موظف دولة وأنا رجل دولة وأنا تحطي الدولة نخدم. خرجت من غادي استدعاني السيد الرئيس لمهمة أخرى مشيت لها بالرغم لا كي خرجت أنا رفضت منصب آخر أنا رفضت باش كون سفير لأن نعتبر روحي لست مؤهلا باش نكون سفير سينور انا خديت سفير وتعرف سفير ما انا شاري كبيره لا لكن عندك درجه عاليه مثكاك كونك ما قبلتش منصب سفير في الفتره هذيك ليه لاني انا غير صالح لهذه المهنه سفير من سير رغم عشت برشا وقت من عمرك عشت برشا في الخارج ما هنا سفير مهنه تعرف يقول التوحيد يقول المهنه مهنه والصنع رفعه انا نؤمن بالصنع به يا خيبة المسعى إذا نخرج من الوزارة كيف مخرج سي ناجي جلول هذا الكلام قاله سيد الوزير حاتم بن سالم هو حر وعنده رؤيته أنا نعتبر خرجت بشرف وخرجت راسي عالي وخرجت لأني ما هبطش راسي تعتبره هبط راسي أنا خرجت خدمة زيت س*** هاتن قولك بالله التونسي ومانيش مستعد ومستعد دفع لأفكاري وأنا نؤمن بال درويش علمتني ضربة الجلادي أن أمشي ثم أمشي على جرح وقام ومش نبقى نقاوم على أفكاري ومبادئي اللي حتى ونهز ربي متاعه لأن في آخر المطاف رأوا المهم كي تخرج من الوزارة والعباد تفكر عليك والمهم كي حطوك فك زوز مترو العباد تقعد تحكي عليك.